من الميادين، السلام عليكم. هذه النشرة الرياضية المفصلة. ترحيب فلسطيني بالمشاركة السورية في تصفية كأس آسيا لكرة القدم. اللواء جبريل أرجوب يدعو جماهير من كافة المحافظات لمؤازرة نسور الشام قبل اللقاء المنتظر افتتاحا. رئيس الاتحاد الفلسطيني دعا إلى أوسع تعبئة جماهيرية لرفع الأعلام السورية على مدرجات استاد دورة في الخليل في 8 من الشهر المقبل. رجوب شكر وزارة الخارجية السورية وعائلة كرة القدم لعملها الدؤوب على دعم مشاركة المنتخب في التصفيات داخل الأراضي المحتلة. نجاح المدرب ثيو بوكير مع منتخب لبنان لم ينسحب معه على نادي الاتفاق السعودي. بعد 3 خسائر في دوري عبد اللطيف جميل استغنى فارس الدهناء عن الثعلب الألماني. مدرب الفريق الأولمبي في النادي إيزابيو تيودور سيقود الفريق في مباراته المقبلة ضد الشباب. الاتفاق جمع 4 نقاط في 5 مباريات فقط واحتل بها المركز 11 ما قبل الأخير. البرازيلي يبحث عن القدم اليمنى. روبرتو مانشيني بديلا للمدرب فاتح تريم في نادي جالاتا سراي التركي بحسب وسائل إعلام محلية. الإيطالي سيوقع عقدا لثلاثة مواسم مقابل 5 ملايين يورو سنويا. مهمته الأولى ستكون مواجهة يوفنتوس في ثانية جولات دوري أبطال أوروبا. تكهنات عديدة كانت قد سرت حول تولي العاجي ديدييه دروكبا مهمات تدريب جالاتا سراي مؤقتا. أخبار ذهبت أدراج الرياح مع تولي المدرب السابق لمانشستر سيتي وإنتر ميلان مهمات فريق يتوقع منه أنصاره الكثير. قبل استكمال هذه النشرة لنا جولة صحفية مع الزميلة عبير الذوادي. تفضل يا عبير. أهلا بكم مشاهدينا، شكرا لك محمد. صحيفة الأهرام المصرية عنونت: الأهلي يناور الألتراس والخطيب يراوغ مجلس الإدارة. لعبة القط والفأر تتوالى بين النادي الأهلي والألتراس الأحمر. الجهاز الفني قام بمناورة تكتيكية وخاض مباراة ودية أمام الداخلية في وقت مبكر بعد أن علم أن الألتراس ينوي الحضور برغم منع الجمهور من الدخول. نبقى مع الصحف المصرية والجمهورية التي علقت بشكل ساخر وقالت: خلطبيطة في المنتخب، ودية مسلوقة مع أوغندا، وتوفيق وتحى وعلاء وسمير كمالة عدد. أشارت الجمهورية إلى أن المباراة الودية أمام أوغندا اليوم لن تحقق أهدافها. المنتخب لم يعرف مكان هذه المباراة الودية، تم تجميع الفريق بعشوائية وسيفتقد أساسيه لا سيما لاعبي النادي الأهلي. صحيفة الغد الأردنية عنونت: الأمير علي والشيخ سلمان يبحثان قضايا الكرتين الآسيوية والأردنية. حول موضوع تنظيم قطر لمونديال 2022 وحول ما يدور من الرغبة في تغيير التوقيت، قال رئيس الاتحاد الآسيوي: الموضوع أخذ أكثر من حجمه ولا يعتقد أن هناك مشكلة في التغيير إذا كان ذلك حلا، ولكن يعتقد أن دولة قطر جاهزة لاستضافة هذا الحدث سواء كان في الصيف أو الشتاء. وبالنسبة للكرة الفلسطينية، شدد سلمان على أولويتها في الاتحاد الآسيوي لكي تضمن حقوقها في اللعب على أرضها، وأن الآسيوي سيزور فلسطين قريبا. وإلى إنجلترا، وصحيفة ميرور علقت بطريقتها الخاصة على الفارق برواتب نجوم مانشستر يونايتد ومسجل الهدف الثاني لويست بروميتش. ميرور كشفت أن سيدو براينو يتقاضى أسبوعيا 850 جنيه استرليني فقط، وأشارت إلى أن راتبي نجمي الشياطين الحمر روني وفان بيرسي تجاوز 250 ألفا أسبوعيا. أما الدوري الفرنسي الذي اهتمت به صحيفة فيجارو وقالت أن هناك خطر هروب نجومه من الضرائب المرتفعة. صحيفة لو فيجارو عنونت: الضريبة الخاصة البالغة 75% ستفرض على أندية كرة القدم، وكل من يتجاوز دخله السنوي 20 مليون يورو سيطبق عليه هذا القانون الضريبي ابتداء من العام المقبل. وبحسب وزيرة الرياضة الفرنسية فاليري فورنيران، فقد أسفت لما سيؤول إليه وضع المنافسات الكروية المحلية خصوصا مع زحف النجوم إلى خارج هروبا من هذه الضريبة الكبيرة. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية جولتنا الصحفية. أعود إليك محمد. شكرا لك يا عبير. روما يواصل العزف منفردا في الدوري الإيطالي لكرة القدم، حقق فوزه 6 من 6 مراحل وانفرد بالصدارة بالعلامة الكاملة. نادي ذياب لم يرحم ضيفه بولونيا فأدخم شباكه بخماسية، كسر عقدة امتدت 4 أعوام، حيث يعود الفوز الأخير على بولونيا في أولمبيكو إلى عام 2009. فريق المدرب الفرنسي رودي غارسيا رفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز الأول ويتقدم بفارق نقطتين على ثنائي نابولي ويوفنتوس و4 نقاط أمام إنتر الرابع.
تعادل مفاجئ لموناكو مع ضيفه ستاد ريم في الدوري الفرنسي، وباريس سان جيرمان أكبر المستفيدين. موناكو رفع رصيده إلى 18 نقطة، بقي متصدرا لكن بفرق الأهداف فقط عن باريس سان جيرمان الوصيف، أما ريم فيحتل المركز العاشر ب 11 نقطة. فينورد روتردام يواصل صحوته ويحقق انتصاره الثاني على التوالي في الدوري الهولندي. فينورد تغلب على ضيفه إيدودن خاخ بأربعة أهداف لاثنين. صاحب الأرض تقدم برباعية سجل منها الإيطالي إغراتسيانو بيلا ثلاثية، هدف واحد وقع عليه مارتينيز أندي. ثنائية إيدودن خاخ جاءت في الدقائق السبع الأخيرة، تقاسمها ريكي فان هارن ويوردي كلاسي خطأ في مرمى فريقه. فينورد رفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد إيدودن خاخ عند 4 نقاط في المركز ما قبل الأخير. زلاتان برجر، وجبة جديدة ابتكرها مطعم فرنسي على حدود العاصمة الفرنسية باريس، وأطلق عليها اسم لاعب باريس سان جيرمان لجذب الزبائن. برجر هائلة ولا مثيل لها وتشبه اللاعب إلى حد كبير، يقول صانع الوجبة في مطعم دودي. أردت أن أضيف برجر مميز للائحة الطعام، برجر بأحجام قصوى وكميات كبيرة من اللحم والجبنة والخبز. لماذا زلتان برجر؟ حسنا، كمشجعي بي اس جي هنا وبما أننا نعرض مباريات نعتذر عن هذا الخطأ الفني في التقرير ونعاود مجددا عرضه فور جهوزه. برشلونة مستمر في سياسة البحث عن أفضل المواهب الصاعدة وخصوصا في أمريكا اللاتينية. كيفن مانديز موهبة من الأوروغواي تقترب من الانضمام إلى بطل الليغا. التفاز الجديد لاقى إعجاب القيمين على النادي الكتالوني خلال بطولة كوبا أمريكا للاعبين تحت 17 عاما، ويتميز بسرعة فائقة ومهارات رائعة في المراوغة إضافة إلى حاسة تهديفية وموهبة في صناعة الأهداف. تقارير صحفية أشارت إلى أن البرشا قد يضم مانديز مقابل 6 ملايين يورو. سيقدم على خطوة تعاقد مع اللاعب قبل سفره إلى الإمارات للمشاركة مع منتخب بلاده في مونديال الناشئين الشهر المقبل. لاتينيا أيضا، نيويلز أولد بويز يحافظ على صدارة الدوري الأرجنتيني بفوزه على ضيفه أرجنتينس جونيورز. صاحب الأرض حسم اللقاء بثنائية تقاسمها ماكسي رودريغاز وبابلو بيريز. نيويلز حقق انتصاره الثالث على التوالي ورفع رصيده إلى 20 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد أرجنتينوس عند 14 نقطة في المركز الرابع. بدوره قاد جيليوتي فريقه بوكا جونيورز إلى فوز غال على ضيف كالمس بالنتيجة نفسها. جيليوتي سجل إصابة في كل شوط، رفع بهما رصيد بوكا إلى 16 نقطة في المركز الرابع. زملاء أخوان رومان ريكالمي حققوا فوزهم الخامس في مبارياتهم العشر الأخيرة وتقدموا بفارق نقطتين أمام الغريم الأزلي ريفر بليت. كالمس تجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز السابع عشر. في نتيجة مفاجئة فقدت البيلاروسية فيكتوريا زارينكا لقبها بطلة لدورة بكين الدولية الصينية من الدور الأول. المصنفة الثانية عالميا خرجت مبكرا على يد الألمانية أندريا بيتكوفيتش بمجموعة لاثنتين. المجموعة الثالثة شهدت ندية في أداء اللاعبتين قبل أن تحسمها بيتكوفيتش لمصلحتها محققة أولى مفاجآت البطولة. الألمانية ضربت موعدا في الدور الثاني مع البطلة السابقة سفيتلانا كوزنيتسوفا. الإسباني مارك ماركيز يفوز بسباق أراغون ويقترب خطوة إضافية من لقب بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي. سائق هوندا تمكن من استعادة الصدارة في منتصف السباق بعد خسارتها سائق ياماها خورخي لورينزو مع الانطلاقة. تفوق على لورينزو الثاني بفارق 1:13. الأسطورة الإيطالية فالنتينو روسي استفاد من انسحاب داني بيدروزا، حصل على المركز الثالث متقدما على الإسباني ألفارو باوتيسا سائق هوندا. مارك ماركيز رفع نقاطه إلى 278، وسع الفارق إلى 39 نقطة مع لورينزو، فيما تجمد رصيد داني بيدروزا عند 219 نقطة في المركز الثالث.
إلى هنا نصل إلى ختام الرياضية المفصلة، أشكر لكم حسن المتابعة، السلام عليكم.